خلي بالك من ولادنا دول في عينيك، وما تنسانيش بالدعاء، وابقوا تعالوا زوروا قبري. سيدة أبكت السوشيال ميديا برسالة حزينة لزوجها وهي على فراش المرض في المستشفى وقبل ساعات من وفاتها، مش هتصدق اللي قالته. سنة ربنا في الأرض هو إن خلق الأزواج سكن لبعض، أمان وراحة وطمأنينة، سند حقيقي ورباط غليظ. اللي عملته الست دي مثال على المودة والرحمة اللي كانت في حياتها هي وجوزها على مدار السنين اللي عاشوها مع بعض قبل ما تفارق الحياة. السيدة دي كانت بتعاني من المرض، دخلت المستشفى عشان تعمل العملية الأخيرة اللي كانت الأمل الوحيد ليها، وهي على فراش المرض قررت إنها تكتب رسالة لجوزها وتوصي فيها بوصيتها الأخيرة التي أبكت السوشيال ميديا. الست بعتت رسالة لجوزها وقالت: حبيبي أبو حبيبي، ما تنسانيش بالدعاء، أولادنا خلي بالك منهم، دول ولادنا أنا وإنت وبس، ما تخليش حد مهما كان يتدخل في حياتهم، إنت مسؤول أمام الله عنهم، ما حدش غيرك، وتشتري الهيمونة تابلت وتعمل له العملية، وإياد ياخد تليفوني صباحية موتي، تيجوا تزوروا قبري أشوفهم، وتقروا قرآن كتير، ربنا يعوضك خير على قد ما تعبت معايا يا أصيل يا ابن الأصول. الزوجة ما اكتفتش بكده، لكن كمان اتكلمت عن تعامل جوزها معاها وإزاي كان دايماً بيقف جنبها في كل لحظاتها، وإن عمره ما سابها ولا تخلى عنها، بالعكس كان دايماً واقف في ظهرها. وقالت في رسالتها الزوجة: أشهد الله أنك كنت صابر وعملت اللي ما يقدر غيرك يعمله في مرضي، خدمتني وعملتني كأني بنتك مش زوجتك، وما حسستنيش يوم بضعفي، الله يجازيك خير ويعوضك في أولادك كل خير. الزوج لما جه يقرأ الرسالة جسمه كان بيتهز ونبضات قلبه كانت سريعة، فكر للحظات في رحيل زوجته، إزاي هيعيش من غيرها؟ كل التعب اللي كان عايش فيه بعد مرضها كان بالنسبة له ولا حاجة في لحظة واحدة من غيرها. الزوج قرر يرد على زوجته والدموع مالية عينيه، وقال في رسالته: ربنا يحفظك ويديكي طول العمر ويرزقك الصحة والعافية يا غالية، ما تقوليش كده أبداً، أنتي هترجعي أحسن من الأول إن شاء الله. الواقع عملت ضجة كبيرة على منصات التواصل وسط تفاعل كبير من المتابعين اللي قالوا في تعليقاتهم: إيه الجمال ده؟ أنا جسمي أشعر والله، ونعم الزوجة ونعم الزوج، ربنا يصبر قلبه قلب ولاده في الجنة ونعمها. فعلا والله ولاد الأصول بيبانوا في الشدة، ودي شهادة منها في لحظتها الأخيرة عن جوزها، ربنا يديله الصحة ويقويه على فراقها. كمان متابع تاني قال: هو لسه فيه كده؟ لسه في زوج يقف مع زوجته في تعبها ويشيلها في عينيه، ولسه في زوجات تبقى مقدرة كل اللي بيعمله جوزها عشانها؟ أكيد ده في عالم تاني، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبره على فراقها. ده غير كمان عدد من المنشورات اللي اتكلمت عن الواقعة وحالة الحزن اللي أصابت المتابعين بسبب رحيل الزوجة.